السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نصدر الملف دوت لأوتوكاد أو لأي برنامج آخر، هاجي هنا وأقول له أنا عايز أعمل إكسبورت، فبلاقي دي دبليو إف أو دي دبليو إف إكس، ده بتبعته للناس على أساس إنها تراجع مش محققة إنها تعدل. وفي لو أنت بتطبع حاجة 3D أو عايز تصدر حاجة 3D بتختار 3D دي دبليو إف، هتلاقي عندك البي دي إف لو أنت عايز تطبع حاجة الناس تبدأ تشتغل عليها. هتلاقي عندك الدي جي ان، ده خاص بالمايكرو ستيشن. هتلاقي حاجة خاصة بالاف بي اكس، ده كويس لو انت عايز تصدر بالاعداد بتاعة الريندر الماتيريال وهكذا. يعني لو انت عايز تصدر حاجة مثلا لثري دي ماكس اذر فورمات، بيبدأ يجيب لي قائمة حاجات اقدر اصدرها، مثلا دبليو ام اف، اس اي تي، عندك دي اكس اكس، عندك البلوك الدي دبليو جي، ده اللي تختاره وتبدا تصدر الملف ده. لان وانت شغال على الاوتوكاد بلانس 3 دي بيبقى في بعض الاعدادات وفي بعض الخصائص اللي مش هتفيدك في الاوتوكاد. فلو انت فاتح الملف ده على الاوتوكاد هتلاقي فيه مساحه وهتلاقي فيه تقل في الشغل وهتلاقي الموضوع مش ماشي، انما لما تصدرها بالاكسبورت اوتوكاد هتبقى افضل. ممكن تصدرها دي دبليو اف من هنا، تكتب سورت دي دبليو اف ويبدأ هو يصدر لك الملف دوت.